مرحبا طلاب، أهلا وسهلا بكم محاضرتنا الرابعة لمادة Data Communications. اليوم نأخذ Bandwidth Utilization، شلون نسوي Utilization لفند لينك معين، لينك الباندويث مالته جدا عالي، ما نستخدمه لSend و Receive between only two users، يعني بين A و B. نستخدم هذا اللينك لأكثر من Sender وأكثر من Receiver، فذول Senders والReceiver يسوون Share لهذا اللينك، وكل سندر ياخذ شانل معينه. هذه تتم عن طريق المولتيبلكسنج. راح ناخذ انواع المولتيبلكسنج، هي ثلاث انواع، اثنين للانالوج وواحد للديجيتال. راح نركز على النوع الديجيتال، لكن ايضا ناخذ النوعين الانالوج، ناخذ الفكره من عندهم وبعدها ننتقل على نوع الديجيتال. فالباندويث يوتيلايزيشن نقول هو wise use of available bandwidth to achieve specific goals، يعني إذا نستخدم ال available bandwidth يعني بطريقة wise، يعني مثلا bandwidth عالي، ما من المعقول إنه استخدمه ل send و receive بين two devices ما تحتاج bandwidth عالي جدا. لذلك أحاول أسوي utilize، استغل هذا اللينك لأكثر من يوزر حتى أستفيد من هذه السرعة أو هذا الباندويث اللي بي. فالإفشنسي ممكن تكون منجزة بالمولتبلانكسينج، شيرنج الباندويث بين مولتبل يوزر، فتتم عملية المولتبلانكسينج. هنا نشوف بهذا الفيجر شلون نسوي ديفايدنج لللينك الى channels، قسمه الى channels. هذه input من 1 الى n باستخدام المولتبلكسنج، كلهم يستخدمون لينك واحد، وبالجهة الاخرى demultiplexing. فهنا بدي demultiplexing عكس عملية المولتبلكسنج، فكل مثلا اللي ارسل من a بالdemultiplexing يستلم a وهكذا. فالشانل refer to the portion of link that carry transmission between given pair of lines. فهذا الشانل هو اللي portion من اللينك، كفت portion من اللينك، مثلا هذا اللينك بـ N channels. هذا الشانل يسوي connection بين two pairs of links أو two pairs of line، مثلا A وهذا A، B يرسل للB وهكذا. فالمولتبلكسنج، فنقول whenever the bandwidth of medium linking two devices is greater than bandwidth need of device، يعني ايش وقت ما يكون عندنا الباندويث مال هذا الميديوم جدا عالي او اعلى من الباندويث اللي يحتاجه two devices، فنحتاج نسوي شيرنج حتى نستغل الباندويث مال هذا اللينك. فلذلك اللينك ممكن يكون بي شيرد، فنحتاج المولتبلكسنج. فالمولتبلكسنج هو set of techniques that allow simultaneously بنفس الوقت transmission of multiple signals across single data link، يعني نقدر نرسل عدة signals على single data link، فقط link واحد، مجموعة signals من مجموعة devices أو من مجموعة senders. نأخذ مثل ما قلنا أكو عندنا أنواع frequency division multiplexing، هذا نوع الانالوج، والنوع الاخر wavelength division multiplexing ايضا انالوج، ونوعين الاخرين او النوع الثالث اللي هو متكون ايضا من نوعين، النوع الثالث هو time division multiplexing، فاما synchronous او statical، بس دول الاثنين هم نوع واحد اللي هو time division multiplexing. مثل ما قلنا ثلاث انواع المultiplexing هو frequency division multiplexing و wavelength division multiplexing و time division multiplexing. كنا نركز على هذا النوع، لكن ايضا ناخذ الكونسبت مال كل نوع من انواع الانالوج. frequency division multiplexing مثل ما الاسم شارح نفسه، frequency division نقسم الفريكوانسي، المultiplexing عمليه هي تقسم الفريكوانسيز وتعطي لكل لينك فريكوانسي معين من الشانل، فمن عفوا من اللينك، فكل واحد ياخذ شانل معينه يستخدمها للإرسال والاستلام.
بس مرات حتى ما يصير اوفرلاب بين شانل وشانل فيصير اكو جارد باند وذ جارد. هسه راح ناخذ نشرح الباند وذ جارد شنو بالمثال او بالشكل هذا. يعني هذا ال 3 مثلا عندي 3 انبوت موتبل راح هنا عندي 3 شانلز راح يصير 3 شانلز لكن هو 1 لينك وهذا 1 لينك بس نعطيه فريكوانسيز مثلا هنا فريكوانسيز مخصصه الاي هذه هنا فريكوانسيز مخصصه عفوا ال1 وال2 وهذا مخصص ل3 هنا اكو بين شانل 1 وشانل 2 اكو فريكوانسي سميه جارد حتى لا يصير اوفرلابينج تداخل بين 1 و2 او شانل 2 و3 لذلك نقول ال FDM is analog multiplexing technique that combine analog signals. فعلى سبيل المثال هاي البروسيس مال FDM عندنا 3 signals يستخدمون هذه الشانل واحدة او العفو لينك واحد فننطي كل واحد نجمعهن عن طريق الموديليتر كارير هذا الكارير مالت F1 هذا الكارير مالت F2 F3 فتطلع لي هذه السيجنال تصير كومباين لهم وترسل عن طريق لينك واحد بالطرف الآخر الطرف الآخر عندي أسوي سبليت لهم فبالفلتر يأخذ كل سيجنال وبعدها أسوي دي موديليتر طلع الكارير فترجع لي الموجة اللي أرسلت كل واحد يستلم السيجنال مالته عن طريق الشانل المخصصة له. على سبيل المثال هذا المثال هو يوضح البروسيس. Assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 kHz. voice channel تاخذ الباندويث مالته 4 kHz. نحتاج نرسل 3 voice channels ثلاثة منهم على لينك الباندويث مالت 12 كيلو هيرتز الفريكوانسيز الباندويث مالت 12 الفريكوانسيز مالت من 20 الى 32 كيلو هيرتز show the configuration using the frequency domain assume there are no guard band قلنا مو اكو لازم guard band هسه نفرض ماكو guard band ف هنا شكل يوضح لنا اذا هو 4 كيلو هيرتز اللينك اللي متوفر من 20 كيلو هرتز الى 130 كيلو هرتز فش نسوي انا عندي 3 هذه 12 كيلو هرتز ف اللينك الاول ياخذ تشانل من 20 الى 24 اللينك الثاني ياخذ تشانل من 24 الى 28 وهكذا فعن طريق الموديليتر هذه من 20 الى 24 فكذا كل واحد عن طريق الموديليتر ياخذ الرينج مالته او الشانل مالته بعدين يصير كومباين فترسل كلها وان تايم عن طريق هذا الباندويث بعدين عن طريق الباند باس فلتر الفلتر هذا يعبر فقط من 20 الى 24 تطلع لي هذه وهذا يعبر فقط من 24 الى 28 وهكذا وبعدها ترجع السيجنال الاصليه اللي ارسلت اللي هي من هي 4 كيلو هرتز هذا فد مثال توضيحي مثال اخر هالمره بهذا المثال نقول اكو نفرض اكو باند اكو جارد باند جارد باند مثل ما قلنا هو الباند اللي يفصل بين تشانلز حتى لا يصير اوفرلابينج مثلا 5 تشانلز each with 100 كيلو هرتز باندويث are to be multiplexed together what is the minimum bandwidth of the link if there is need for guard band of 10 kHz يعني العرض مال الجارد باند هو والباندويث مال جارد باند هو 10 كيلو هرتز هذا يصير بين تشانلز بين شانل وشانل حتى يمنع الانترفيرنس طبعا so for 5 channels يعني هي بس خلينا نوضحها هذه عندي 5 channels هخلي كل واحدة تاخذ 100 كيلو هرتز بيناتهم فراغات او اترك 10 كيلو هرتز فالمجموع الباندوث اللي احتاجه لللينك 540 كيلو هرتز مثل ما قلنا هذا الجارد باند حتى ليس تداخل بين الشانلز لذلك نقول 5 شانلز
we need at least 4 guard bands. This means that the required bandwidth هو 5 channels كل واحدة 100 kHz زائد نضيف ال bandwidth مال guard channel هي 4 على 10 kHz فيطلع 540 kHz. النوع الثاني لل multiplexing هو wavelength division multiplexing. هذا النوع يستخدم لل high data rates qualities of fiber optic cables. So هو نفس الفكرة مال ال FDM أيضا نفس الفكرة، وما عدا إنه ال multiplexing وال demultiplexing يضمن optical signals transmitted through fiber optic channels. هذه يعني بالنسبة لل ال multiplexing أو ال wavelength division multiplexing. هذه ال source different source of lights، وهذا استخدام البريزم يجمع اللايت فينتقل عن طريق الفايبر اوبتكس، ومعكوس العملية دي مولتبلكسر أيضا البريزم يحلل أو يسوي سبليت للسيجنالز أو لللايت سورس، ويطلع الكل السيندر كل واحد يستلم الويف الخاصة به. فال WDM is analog multiplexing technique to combine optical signals. مثل ما قلنا تستخدم للأوبتيكال سيجنالز. النوع الآخر والمهم أو النوع الثالث هو يستخدم للديجيتال سيجنالز، هو تايم ديفيجن مولتبلكسينج. تايم ديفيجن مولتبلكسينج يعني من اسمه إنه يصير تقطيع بالتايم، كل واحد يأخذ السلوت مالته بالفريم. شلون يعني؟ يعني إذا كان عندي أكثر من سورس يرسل، فأسوي الشير بيناتهم للتايم مو للفريكوينسي، كنا قبل بالنوعين الآخرين للفريكوينسي أو للويف لينث. ناو نحتاج الشير للتايم، فكل كونكشن يأخذ بورشن من التايم لللينك، ونوضح بالشكل القادم. هذا التايم ديفيجن مولتبلكسينج، يعني أول مرة يرسل كمبيوتر 1، بعدها يرسل كمبيوتر 2، بعدها 3، بعدها 4 وهكذا. فتشوفون الستريم اوف الداتا فلو، الداتا فلو سوري 1 2 3، يعني يرسل 1 2 3 بعد يكمل ارسال رابع يرجع يدز 1 2 3 وهكذا. فهذا يصير تايم شير، كل واحد ياخذ وقته يرسل 1 بعد يرسل 2 وهكذا. فهي هاي الكونسبتشوال فيو للتي دي ام. The time division multiplexing يستخدمون same link، فلذلك أكو صار عندنا مشاكل راح نشوفها لاحقا، شلون نقدر نرسل، شلون نقدر نسوي synchronization بين المرسل والمستلم، شلون نعرف هذا المن تابع، وشلون هذا 1 يروح الواحد و 2 يروح الاثنين. نتابعها ونشوفها إن شاء الله أثناء المحاضرة. For time division multiplexing, is a digital multiplexing technique for combining several low-rate digital channels into one high-rate channel. يعني هذه low-rate channel. إذا يستخدم link high-rate، فكلهن إذا نرسل كلهن إذا يرسلن ممكن نستفيد من السرعة مال اللينك. لكن إذا فقط واحد نربط هذا الكمبيوتر فقط بهذا اللينك لهذا الكمبيوتر، ما راح نستفاد، ما يصير utilization لهذا اللينك، وهي هاي الفكرة الأساسية من الموضوع. Time division multiplexing أكو two schemes للtime division multiplexing. الأول هو synchronous والثاني هو statistical. نتناول كل واحد منهم بالتفصيل. الأول هو synchronous. بالنسبة لهذا النوع يكون لكل input أكو space أو slot إلى بال output link. إذا كان يرسل أو ما يرسل أكو space إلى محدد، فلذلك هو synchronous، لأنه المستلم يعرف إنه هذا space مخصص لهذا input، وهسا نتناولها بالتفصيل. يعني بس نرجع لهذا مثالنا أو هذا الفيجر. يعني
أول مرة ينطي تايم النمبر 1، أرسل أو ما أرسل هو هذا السلوت مخصص إليه، بعدها ينطي نمبر 2، بعدها 3، فهذا السلوت هو مخصص إليه. فالسينكرونيزيشن وين؟ السينكرونيزيشن بين من اسم السينكرونوس يصير أنه الدي مولتبلكسر متزامن أو سينكرونوس ويا المولتبلكسر، يعرف أنه هذا اللي وصل له مال واحد، اللي الباكج أو الفريم الثاني مال اثنين، الثالث، وهكذا، فيصير سينكرونيزيشن. ونفس الوقت أكو فالسينكرونيزيشن تكنيك هسه نشوفها بالمحاضرة، اللي هي مثل سويتش، سويتش يعني سويتش بيناتهم يصير روتيتنج سويتش. فعلى سبيل المثال هنا فيجر، هذا فيجر توضيحي، عندنا تو انبوت A B C يرسل، في كل مرة يستلم أول مرة من A من B من C، يسويها فريم، صارت فريم 1. الفريم هذا المستلم يعرف أنه هذا الفريم أول سلوت، هذا سلوت نسميه أول سلوت الـ A، ثاني سلوت الـ B، ثالث سلوت الـ C، وهكذا بعد الفريم 2 و 3 وهكذا. مرات A ممكن ما يرسل، بس هاي محجوزة لي، لذلك synchronized محجوزة لي، وهكذا ممكن B ما يرسل، هذه محجوزة لي، لكن الفريم هي ثابتة، هذا الوقت مخصص فقط الـ A أو هذا المخصص فقط الـ B. الـ output link هذا الـ input frame أو input slot نسميه، هذا الـ slot إيش قد تأخذ وقت؟ T. لازم الـ output link يكون السرعة مالته عدد الـ links في السرعة مال الـ link الواحد، نفرض أن الـ links متساوية السرعة هنا، فالتايم اللي تأتي تأخذ من لينك واحد هو T. السلوت الأول هذا إذا السلوت تايم أو الديوريشن مال السلوت الأول أو إنبوت سلوت هو T، فإجباري يكون هو نفسه التايم الفريم كله، لأن السرعة مال لينك الأوت لينك هو 3 أضعاف سرعة مال input link، يعني مضروب في سرعة اللينك مضروب في عدد اللينكس. فلذلك إذا هنا A1 يأخذ time T، فهنا A1 يأخذ time T على 3، فهذا نسميه frame. الفريم نقول frame time هو شقد يأخذ الوقت، يأخذ الفريم وقت حتى يرسل عن طريق اللينك، أو يعني التايم اللي شغله داخل اللينك. So the data rate of output link must be n times the data rate of a connection to guarantee the flow of data. يعني هو طبعا ممكن يكون أكثر، لكن أهم شيء يكون at least 3 أضعاف الانبوت speed، input link يعني السرعة مال اللينكات هذه 3 أضعافهم، حتى يطلع بالضبط time لكل frame هو نفس time للinput slot. So in synchronous time division multiplexing the data rate of the link is n times faster and the unit duration is n times shorter. عندنا مثال الفيجر 6-13 اللي هو الفيجر اللي شفناه، الـ data rate for each one of the three input connection is 1 kilobit per second. data rate مال هذا مال كل input هو 1 kilobit per second. if 1 bit at a time is multiplexed، يقول إذا كان
one bit per time is multiplexed. يعني شنو؟ يعني بكل time نسميها one round أو one time، هو بعد ما يخلص إرسال one round، جولة واحدة من الإرسال اللي هي A1 B1 C1 هاي خلص one round. إذا one bit هو دي يقول one round أو هي one bit، يعني bit منا فصير الفريم مالتي 3 bits، وبعدها يلا يعيد الإرسال يأخذ البت الثانية من كل واحد. فهو هذا المثال اللي يقول المثال إنه one bit at a time is multiplexed. زين. What is the duration؟ the duration قلنا time اللي يحتاجه يا هو each input slot. إذا نشجع التايم اللي يحتاج each input slot، هذا الانبوت سلوت، هذا يعني قصدي يريد تي. احنا نعرف هو معطى بالسؤال انه السرعة مال الانبوت كونكشن هو 1 كيلو بت بير سكند، لذلك البت الواحد ايش قد يحتاج تي؟ هو واحد على ال 1 كيلو، فيطلع لنا 1 ملي سكند. بي يريد each output slot، الـ duration مال each output slot. شنو الـ output slot؟ هو مو الـ frame، هو الـ output slot هو هذا بالضبط. صار output، هذا كان input slot، صار output. output slot يعني t على 3، كل output slot هذا 1 2 3، كل واحد من هالشقد فهي t على 3. So the duration of each output time slot is 1/3 of the input time slot. فهو 1/3 ملي سكند. المطلب الثالث، نرجع المطلب الثالث يقول ال duration of time مال each frame، يعني واضحة each frame يأخذ t ونفس التايم مال الانبوت سلوت. ف مثل ما قلنا 3 مرات تايم مال السلوت فهو 1 ملي سكند، لانه 3 مرات السلوت تايم وهي 3 مرات 3 وهي تي. مثال آخر يقول بهذا الشكل فيجر 6.14، هذا الشكل يشوفنا synchronous TDM with 4 lines، كل واحد منهم السرعة مالته 1 ميجابت بير سكند of data stream في stream مال data and one data stream for output. مثل ما تشوفون the unit of data is 1 bit، يعني يطلع bit بس كون لي frame يجي بعده 1000 frame الثاني وهكذا. فشو نريد؟ إذا نعرف إحنا already 1 megabit per second، فأكيد هذا سرعته لازم 4 megabit per second الـ output. لذلك يريد the input bit duration. الـ input bit duration هو 1 على 1 megabit. الاثنين الـ output bit duration أيضا الوقت الـ bit duration، هذا الواحد البت الواحد شقد يأخذ؟ هسه نشوفه اللي هو 1 على 4 الـ input bit duration. والثالث هو الـ output bit rate، الـ bit rate الـ output، السرعة مال bit rate مال output اللي هو قلنا 4 ميجا بت المفروض يكون 4 أضعاف الـ input. والـ output frame rate، الـ frame rate هو الـ bit rate، المفروض الـ output bit rate تقسيم 4 راح يكون، والحل مالته هنا
أوضح بالتفاصيل. مثال آخر، 4 كيلوبيت بير سكند كونكشن ار مولتيبلكس توجذر. إذا عندنا في الكونكشنز أربعة، كل واحد 1 كيلوبيت بير سكند، في 4 1 كيلوبيت بير سكند كونكشنز. إذا عندي أربعة لاينز كونكتد توجذر على مولتيبلكسر، كل واحد سرعته 1 كيلوبيت بير سكند. أيضا الوحدة يونت إز 1 بت، يعني يطلع بت بت من كل من كل لينك أو من كل إنبوت. So find the duration of 1 bit before multiplexing، يعني الانبوت الديوريشن مال 1 bit قبل ما يدخل المولتيبلكسنج، وذا ترانسميشن ريت اوف ذا لينك اللي هو الاوتبوت، ذا duration اوف تايم سلوت والديوريشن اوف فريم. ايضا هذا المثال واضح جدا، شوفون الفيجر عفوا، ناخذ الفيجر ونفس فكرة حل example 6-6. الانترليفينج هذه فد مثال او فيجر توضيحي للسكرونيزيشن في عملية ال Synchronous Time Division Multiplexing الـ SDM. لو نشبه الـ Multiplexer والـ Demultiplexer بهال Rotating Switch، هذا Rotating Switch، نفترض انه هذا Rotating Switch Switching Around بهذا Direction، يجي الـ A ياخذ يعبر A1، عبر الـ A1 ويفتر B ياخذ B1، تر سي سي 1 يرجع ل A ياخذ A2 وهكذا. بس نفس الوقت اكو سنكرونايزيشن بينه وبين الديمولتبلكسنج. الديمولتبلكسنج نفس الشيء ايضا سويتش، ايضا روتيتنج بس يعني عكس الاتجاه بالاوبوزيت دايركشن، ياخذ A B C وهكذا، يعني يوصل اللينك الجاي ب A يعبر ال A1، بعدها يوصله ب يعبر ال B2 وهكذا. بس اكو عملية سنكرونايزيشن بيناتهم حتى كل فريم تروح تتقطع للمستلمين او الريسيفرز الصحيح. For the process of taking group of bits from each input line for multiplexing is called interleaving. مثال آخر، 4 channels are multiplexed using time division multiplexing. If each channel send 100 byte per second، هالمرة كل channel تدز 100 byte per second السرعة مالته، يعني السرعة بطيئة لكن إن فرضياً يعني هذا السرعة، فالبيت ريت هي 100 بايت بير سكند، and we multiplex 1 بايت بير شانل. إذا المولتبلكسنج هو مو ناخذ، قبل شوية الأمثلة كانت بيت ناخذ من كل بوت، هسه ناخذ من كل شانل ناخذ بيت، هسه لا ناخذ 1 بايت بير شانل. show the frame traveling on the link، يعني أرسم الفريم ترافلنج اللينك بالرسم، توضح لنا اياها. يعني اذا في اليوم جبت سؤال او مثال عفوا كويز او سؤال على هالموضوع، فاريد رسم شلون تبين الفريم ترافلنج على اللينك، وشو ايضا the size of the frame، the duration of the frame، والفريم ريت والذا بيت ريت فور ذا لينك. يعني هذا الحل مالته ايضا مباشر مثل ما وضحناه. هنا الفيجر او الكونفيجريشن او الرسم مال لينك، شلون تدخل ستريم اوف بيتس، هنا السرعه مالته 100 بايت بير سكند، فاكيد السرعه مال اوت لينك هو 400 بايت بير سكند، 400 بايت بير سكند، لان هذه عندي 4 فصير السرعه 400.
كل فريم قلنا بالسؤال هو 1 بايت، العفو كل سلوت 1 بايت، فالفريم هو متكون من 4 بايت 32 بت، فمن عندها نحسب الفريم duration والفريم سايز وكل المطلوب. الحل واضح. Example 69 multiplexer combines الأكواد multiplexer يسوي combines ال 400 كيلوبت بير سكند، أربع شانلات كل واحدة 100 كيلوبت بير سكند، السرعة مالتها يستخدم slot of 2 bits. إذا هالمرة السلوت هو عبارة عن 2 bits، يأخذ من كل channel 2 bits في كل مرة. Show the output with 4 arbitrary input. زين، الانبوت راح تكون 4 arbitrary، يعني خلينا نبين الاوتبوت، ولكن الانبوت احنا نعتبره فد شيء arbitrary 0011 يعني whatever you put. What is the frame rate? What is the frame duration? What is the bit rate? What is the bit duration? ايضا مطالب واضحة مباشرة. خلينا arbitrary input، وهذا الarbitrary input راح تطلع انه نفسها بتخلي 0 0 1 1 0 0 1 1. فاول شيء العفو ناخذ بتين بتين، فناخذ 0 1 خليه بالسلوت الاول، 0 1 بالسلوت الثاني، 1 0 سلوت الثالث، و1 1 بالسلوت الرابع، وهكذا. وبعدها يبدا 0 0. فهي هاي شلون الفلو مال داتا على اللينك. فايضا حسابات واضحه شلون طلع الدريشن مال فريم، الدريشن مال السلوت الواحد لكل لينك لكل انبوت وهكذا. اكو بروبلم عندنا بالسينكرونايزد تي دي ام is not as efficient as it could be. ليش not efficient؟ لانه understand ياخذ، قلنا قبل شويه قلنا حتى لو ماكو ارسال محجوزه، يعني اكو سلوت محجوزه لهذه الانبوت او لهذا الشانل، مثلا اي بي سي دي، لازم الاول واحد الاي الثاني البي وهكذا. فمرات مثلا ثاني راوند، مثلا باول راوند اكو سلوت فارغ، ثاني راوند اكو تو سلوتس فارغ وهكذا. فهذه يقلل utilization، واحنا الغاية مالتنا نسوي utilization لللينك. ف بالنوع الآخر اللي هو statistical TDM نقدر نسوي improve efficiency، وإن شاء الله نأخذها في الاستعدادات القادمة. زين، data rate management، إحنا هسه هذا المثال أو هذه الأمثلة أخذناها لما الانبوت لينكس كانت متساوية. الانبوت لينكس كانت متساوية، يعني عفوا الانبوت لينكس كانت متساوية 100 كيلو بايت 100 كيلو بايت، فمجرد دول الأربعة مضاعف 4 في سرعة يطلع السرعة من هذا، والمولتبلكسر يستقبل فقط متساوية، يستقبل مختلفات بالسرعة. فشلون إذا أجدت سرعة مختلفة شلون نحل هذه المشكلة؟ فهي هذه الـ Data Rate Management، نسوي Management للـ Data Rate قبل ما ندخله على المولتبلكسر. فلأنه إحنا فرضنا كل متساويات، هسه إحنا عندنا 3 Strategies اللي ممكن نستخدمها للـ Data Rate mismatching أو data rate management. أكو mismatch، مثلاً على سبيل المثال عندنا هذه كل 40 كيلو، بس إذا الاثنين 20 كيلو بت بير سكند، ما نقدر ندخلهن على multiplexer لأن ما مستويات. فشنو الطرق؟ أكو multi level، أكو multi slot، وأكو pulse stuffing. الطريقة الأولى multi level نستخدمها لما تكون الريت مال انبوت داتا هي multiple of each other، يعني مثل هذه multiple، مثلا 40 20 وال20 واحدة multiple، يعني ال20 multiple of 40،
فبهالحالة نسوي مولتي ستيجينج أو مولتي ليفل، الـ20 نخليها أيضا داخلها على مولتي بلكسر يطلع لي 40، هالحالة تساوي فندخل 4 على مولتي بلكسر 1، فهذا الأوتبوت. فهالحالة 2 خلينا نقول 2 شاركين بسلوت واحد هنا بالأهو، يعني واضحة إن 2 اشتركين بسلوت واحد، بس في الحقيقة إن كل واحدة إلها سلوت بهذا اللينك، بس بعدين officially دول الاثنين اشتركوا بسلوت واحد هنا بالفريم الخارجي. هذا مولتي ليفل، نسوي تو ليفلز حتى نوصل الليفل مالتنا. النوع الآخر هو مولتي أو مولتيبل سلوت مولتيبليكيشن. ليش مولتيبل سلوت؟ لأن أكثر من سلوت، أكو لينك من اللينكات أكثر من سلوت. هاي شو وقت تصير؟ لمن أكو واحد أكبر من الباقيات، ضعف الباقيات، مثلا هيش حالة 50 25، هذا ياخذ دبل سلوت مال كل واحد من ذولا. فأيضا ندخله المولتيبلكسر وراح نفسه يتقسم مالت الباندويث 25 كيلوبت بير سكند 25 كيلوبت بير سكند. فبهالحالة راح يرسل أول سلوت راح يكون إله، ثاني سلوت أيضا راح يكون إله، وراها ثالث سلوت يكون هنا ورابع وخامس. فبالحالة صار مولتي سلوت، أخذ مولتي سلوت اللي هو اللي عنده لينك مضاعف عن الباقيات، أو داتا ريت أو بيت ريت أعلى من الباقيات بضعف. زين، إذا كان مو ضعف ولا مضاعف ولا مولتيبل شلون؟ مثلا نفرض 25 25 25 وهذا كان 18 مثلا، شلون نحله؟ نحله بالنوع الثالث اللي هو بلس ستافنج. البلس ستافنج هو انه نضيف، طريقة البلس ستافنج نضيف دمي بيتس to the input line with lower rate. يعني هذا مثلا اذا هذا اقل rate هنا، بس مو نصه، نص هذا حتى نسوي هذا 46، فنحتاج فقط نزيد سرعته حتى يصير 50 كيلوبت بير سكند. فنستخدم البلس ستافنج بإضافة دمي بيتس، زين، وهذا يزيد لي الريت وخليه يصير 50، الريت 50، فلذلك راح نقدر نستخدم الملتبلكسر يساون بهالطريقة. Synchronization of framing bits to ensure the receiver correctly reads the incoming bits. على سبيل المثال know the incoming bit boundaries، يعني لازم نعرف boundaries. أو فنسوي between، نخلي bit 01 بين the frames، هذا نسميه synchronization pattern. مثلا باترن مالتي 101، نخلي 1 بعد 0 بعد 1 وهكذا فحسب الباترن. فاكو هذا يصير سينكرونايزيشن باترن، فالجزء بالطرف الاخر راح يشوف الباترن، يشوف نهاية الفريم، الفريم الثاني، الفريم الثالث، حسب الباترن المتفقين عليه. فهذا سينكرونايزيشن بيتس. طبعا ذني يعني اكيد يسوون اوفرهيد على الترانزميشن، يعني هنضيف بتات اضافيه فوق الداتا الحقيقيه. مثال اخر اليوم امثله كثيره، بس هذه كلها امثله توضيحيه، وان شاء الله توضح طريقه الحساب بكل سهوله. فعندنا اربعه sources each create 250 في 8 bit characters، يعني كل source يكون لي 250 character per second، كل character هو عبارة عن 8 bit. if the interleave units is a character، اذا ال interleave اللي ذكرناه قبل شوية هو character and one synchronizing bit،
is added to each. إذا الانترليف unit هو character. إذا character في كل مرة من كل input نأخذ في بالفريم الواحد. وبعدها شو نضيف الفريم one synchronizing bit مثل ما وضحنا يضاف one synchronizing bit يعني بعد ما نكمل الفريم خلي bit synchronizing bit. To be added to each frame. Find the data rate of each source. كل source ايش قد الداتا ريت مالته؟ احنا نعرف ايش قد الداتا ريت مالته من منطوق السؤال. و the duration of each character in each source. بعدنا بالsource بعد ما داخل ما عبرين المالتيبلكسر. ويريد الفريم ريت و the duration of each frame كده الديوريشن مال each frame و the number of bits in each frame وكذلك the data rate of the link. بالمطلب الأول هو بما أنه إحنا عندنا السرعة هي 250 في 8 bit per second فيطلع 2 kilobit per second. المطلب الثاني هو source اللي يرسل 250 character per second لذلك the duration of الكاركتر هو 1 على 250 سكند أو 4 ملي سكند. وكذلك المطلب الثالث والرابع والخامس بس أضيف معلومة أنه لازم نحسب نضيف هالمرة للفريم 1 بت يعني من نحسب حجم الفريم أو عدد البتات مال الفريم نضيف لها 1 بت وهي أيضا موجودة هنا بالحل. هنا أيضا توضيح أنه البت الواحد لكل فريم معناها بقد عدد الفريمات نضيف بتات فيطلع عندي لأنه أنا عندي 250 فريم فراح أضيف 250 بت فيطلع المجموع 3250 بت بير سكند للشانل أو لللينك الأوت لينك. مثال أيضا مثال واضح عندنا 2 channels one with a bit rate of 100 kilobit per second then عندي 2 channels. هنا المثال يحل لي مشكلة الاختلاف بالrates. هنا عندنا واحد منهم 100 kilobit per second والثاني هو 200 kilobit per second واحد ضعف الآخر. Are to be multiplexed. How is this can be achieved? What is the frame rate? What is the frame duration? What is the bit rate for the link? إذن هذه multiple slot يعني we can allocate one slot to the first channel and two slots to the second channel. فراح يصير multiple slot هذه تأخذ two slots وهذه يأخذ one slot. سنأخذ one slot للفيرست شانل و two slots للثري شانل حتى نساوى مثل ما أخذنا بالأمثلة من شفنا واحد ضعف الثاني. The frame rate is 100 frame per second because the carrier is 1 bit from the first channel. So يعني أصغر واحد أبطأ واحد هو 100 فالسلوت هي راح تكون تعتمد على أبطأ واحد لذلك راح يكون 1 bit from first carrier channel. The bit rate is 100 frame per second في 3 طبعا per frame أو 300 kilobit per second. أيضا حاولوا أن ترسموها وتشوفوها إيش قد واضحة. ايضا بالنسبه للامبتي سلوت شنو مشكلته هنا عندنا insufficient use of bandwidth اللي ذكرناها قبل شويه. بما انه الامبتي سلوت تؤدينا الى insufficient use of bandwidth so لذلك احنا نشوف synchronous time division multiplexing
إذا كان هواي أكو channels idle تبقى متعطلة وتوقفها فراح تصير insufficient use of bandwidth. فلذلك هذا راح يكون wasteful لل bandwidth. لذلك نفضل في حالات تستخدم الطريقة الثانية اللي هي statistical time division multiplexing. في الحالة ما نحتاج تفاهم بين السيندر والرسيفر أو synchronization، نخلي أدرس لكل سلوت ترسل في داخل الفريم، وهو يعرف المستلم كل سلوت تجي راح يعرف هذه المتابعة. So in statistical multiplexing, the multiplexer allocates a slot for an input line if the line has data to send. Otherwise, it skip the line and check the next line. يعني المولتبلكسر في الحالة ما يأخذ داتا. هنا التوضيحية أكثر. هنا هاي بالحالة السكرونز، وهنا في حالة الستاتستيكال تايم ديفيجن مولتبلكسنج. هنا بهذه الحالة أخذ A B1 وأخذ فراغ، بعدين D1 وفراغ، فصارت الفريم هذه وينضاف لها السينكرونايزيشن بيت، فطلعت لي هذه الفريم كلها بها فقط 3 سلوتس. بينما هنا المولتبلكسر ما ياخذ الا اللي عنده ارسال ياخذ منه، اخذ من A1 B1 D1 بس. شو يسوي؟ يضيف الادرس مال المرسل بيه، حتى المستلم من هاي الجهه يستلم الفريم. هنا بالحالة يستلم الفريم من يستلمها المستلم إذا كان سينكرونز تايم ديفيجن مولتبلكسين، راح يعرف إنه الأول واحد الـ A والثاني الـ B والثالث الـ C. من يشوفه فار راح يعرف إنه مدى الـ C C، يأخذ مادة D يعتبر D. بينما هنا لا، هنا راح يستلم ما يعرف هذا المدى إلا يشوف الأدرس مادة، يأخذ A1 يشوف هاي مال A، B1 يشوف هاي مال B، D1 مادة D، وهكذا. فصار هنا عندنا إذا نشوف يصير utilization لل لينك. الجزء الأخير من محاضرتنا راح فقط نوضح الفروقات البسيطة بين Synchronous TDM والStatistical TDM. بهذا الشكل تشوفون إنه Synchronous والStatistical TDM الاختلاف بيناتهم أكو slots empty هنا، بينما هنا ما عندنا أي slots empty. وال الاختلاف الثاني ايضا احنا وضحيه بالاخر سلايدين للمحاضره شيء توضيحي. مثلا الادريسنج ما نحتاج بالسينكرونز نستخدم ادريسنج، لان اكو سينكرونايزيشن بين المولتبلكسر والديمولتبلكسر، لانه كل سلوت محجوز للسيندر. بينما بالستاتستيكال مولتبلكسنج ماكو فد علاقة بين الانبوت والاوتبوت، لان اللي يرسل ينضاف الى الادرس مالته، وبهالحالة نعرف من الارسل كل من يريد يرسل يعطيه مجال الارسال، واللي ما عنده سنت ما راح يحجز له سلايد او سلوت سوري. فكل لينك ان كل انبوت اكو ادرس له، كل سيندر اكو ادرس. الادرس هو بتكون من 3 بتات تنضاف، العلاقة بيناتهم لوج 2 للعدد الانبوت. يحتاج في different output lines مثلا، فلذلك على سبيل المثال كانوا 8 فنحتاج 3 بتس. الاختلاف الاخر بالslot size. بالسلوت سايز هنا عندنا، بما انه يحمل لي السلوت بالسينكرونس او بالستاتستيكال يحمل الداتا والادرس، فالداتا المرسله هي مو فقط داتا بيور داتا، موجود ايضا فيها ادرس، فلذلك ما تكون افشنت بالترانسميشن اذا كان مثل ما قلنا وشرحنا، إذا كان
البت اذا كان الداتا، خلينا نوضح لكم اياها هنا، ما راح يكون افيشنت. هنا ما نحتاج نرسل نضع ادرس، هنا نحتاج نضع ادرس. ايش وقت تكون هاي ان افيشنت؟ لما يكون السايز مال الداتا المرسله قليله، مثلا هذا الاي 1 هو عباره عن بت واحد، بي 2 عباره عن بت واحد، السلوت قليل ونحتاج ويا كل واحد نضيف ادرس، فراح يكون نسبه الرشيو مال الداتا الادرس قليله. يعني اذا كان البت واحد وانا عندي 8، خلينا نفرض 8 انبوت، وعندي كل مره ارسل بت واحد، فاذا اخلي كل بت واحد لازم اضيف له 3 بتات، لان عندي 8 اضيف عنوانه من 3 بتات، فبهالحاله الادرس هو 300% من الداتا الحقيقيه، فما راح تكون افيشنت. ف الاستاتستيكال تي دي ام هي افضل لحجم الداتا الكبير، مثلا 2 بت 3 بت 10 بت، العفو 2 بايتس 3 بايتس اذا بالبايتات، والعنوان قليل. ففي الحاله تبدا تكون افيشنت، كل ما ازداد سايز مال سلوت كل ما تكون افيشنت اكثر. والا اذا كان كل واحد كل سلوت بيت واحد، فيفضل ان نستخدم هذه الطريقه سينكرونس، لما نحتاج نضيف عنوان وهو بيت واحد ما يحتاج نضيف العنوان. هذه بالنسبه لل سلوت سايز. النوع الاخر او الاختلاف الاخر انه نوع سينكرونايزيشن بيت، ما راح نضيف سينكرونايزيشن بيت، فهذا اختلاف اخر بين سينكرونايز والستاتستيكال تي دي ام. But this time is the frame level. يعني نجي هسه بالفريم ليفل، نطلع من السلوت نجي على الفريم ليفل. بالفريم بالستاتستيكال ما تحتاج synchronized bits، ما تحتاج تكون synchronized، فلذلك اصلا ما نحتاج synchronization، فما نخلي bitless synchronization. الاختلاف الاخر هو الباندويث. بالستاتستيكال تي دي ام الكاباسيتي اوف ذا لينك از نورمالي اكيد less than the sum of the capacity of each channel. homework why اخر شيء homework هذه why ليش كتبوها بطريقتكم، بالطريقه اللي تقول حتى لو اربع كلمات، المهم تبين انتم فاهمين الموضوع. ليش بالستاتستيكال تي دي ام الكاباسيتي اوف ذا لينك از نورمالي less than the sum of the capacity of each link. انتظر منكم الهومورك خلال هذا الأسبوع، وإن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرة القادمة.